احنا هون بحي برزر دمشق المحافظة منذ أكثر من 4 أشهر. هون نقطة طبية مثل ما كنت شايفين، لوازم بسيطة، كل شيء. احنا بحاجة على نقص بالدواسة الطبية، على نقص بالكوادر، بحاجة أطباء جراحة عامة. احنا بنقدر نتلافى أي إصابات بسيطة ونزوف بسيطة ومنقدر نطمدها ونتعامل معها. أما بالنسبة للإصابات الكبيرة والكسور فنحن عم نكون أمام عجز في معالجتها. فنحن بالإضافة مثل ما انتم شايفين القطاع الكهربائي المستمر على الحي، فنحن هون بحاجة إلى مساعدات من ناشط كل المنظمات الإنسانية بالنظر إلى وضع الحي المأساوي ودعمنا بكافة الطرق.